السلام عليكم ورحمة الله. حنكمل وياكم رياضيات ثالث متوسط صفحة 16. وصلنا رقم 11، حلينا من أول نقطة لحد 10 نقطة، وهسه وصلنا 11. يقول اكتب الحد الثالث والعشرين من المتتابعة الحسابية 3 وسالب 1 وسالب 5 وسالب 9. يلا يا ماما، هسه شو سوي؟ أقول الأي يساوينا الأي يساوينا 3، هذا الحد الأول. الدي يساوينا الثاني ناقص الأول، يعني شو أقول؟ أقول سالب 1 ناقص 3، دي يساوي نشارات مشابهة، نزل إشارة ونجمع سالب 4. عيني زين. هسه شو أقول؟ الدي، نعم، دي يساوينا سالب 4. أقول اليون 23 هذا مجهول. زين، أقول يو ان يساوينا اي زائد ان ناقص 1 في دي. إيش قد اليو ان؟ اللي هو يو 23 يساوينا الاي 3 زائد ان ناقص 1، يعني 23 ناقص 1 22 في سالب 4. يو 23 يساوي لنا 3 زائد 22، لحظة نقول 3 زائد 22 26 في سالب 4، يطلع لنا سالب 88. إذا يو 23 طلع لنا 3 ويا 22 بيها 25، 25 ناقص 4، يعني نقول في 25 3 زائد 22 في سالب 4، تمام. 3 نقول هنا 3 راح نضرب بعموم، هنا لازم 3 زائد 3 زائد سالب 88، لأن هذا نضربهن، تمام. 22 في 4 88، والسالب هذا موجود والثلاثة تنزل، عيني. فقول يو 23 إشارات مختلفة، نزل إشارة الكبير وأطرح 88 ناقص 3، يطلع لنا سالب 85. هذا طلعت اليو 23.